تتضرع النساء في مدينة آتيا من أجل السلام للعيش معا، ولكن أيضا وخاصة من أجل هطول أمطار جيدة في البطحة. في هذه الجلسة الإيمانية تم ختم القرآن الكريم مرات عديدة، كما أن التسبيحات والتهليلات أيضا أعيدت لآلاف المرات. رئيسة لجنة التنظيم الأستاذة زينب إبراهيم وممثل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فرع ولاية البطحة أكدا في خطابيهما على أهمية الدعاء والرجوع إلى الله، فهو لا يخيب ظن عباده عندما يدعونه بكل إيمان وتقديس. عمدة مدينة آتيا أبكر موسى كيبلا أهنأ النساء على مبادرتهن، وطلب من الطبقات الأخرى في المجتمع أن تفعل الشيء نفسه حتى ينعم الله المنطقة بأمطار خير وبركة، أملا في أن يتحسن حصاد هذا العام الزراعي. من جهتها أبدت محافظ البطحة الغربية فاطمة بكركوسي سعادتها برؤية أخواتها يتجهن إلى الخالق عز وجل، وتجدر الإشارة إلى أنه منذ بداية الحملة الزراعية هذا العام ظل هطول الأمطار في البطحة غير كاف وتوزع بشكل سيء في الزمان والمكان.